اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. جاي تعليقات كتير قوي على الفيديوهات وعلى الكلام اللي انا قلته على تويتر، على حسابي على تويتر وهو حساب وحيد تاني، عشان البعض بيقول لي ارجوك اكد علشان الحساب التاني. حد بيقول لي انا قابلتك قبل كده مش عارف ايه، كتر خيرك. محمد عبده بيقول حان وقت التغيير من الداخل وليس من الميادين، مش من هنا. من هنا يا ثوار يا متعلمين يا بتوع المدارس، مش هنغير وناكل عيش من المظاهرات. بيقول برضو دقت ساعة العمل، تم الآن نقل الثورة من الميادين والمؤسسات والضغط بقوة بالدفع بشباب جديد يطور في مؤسسات الدولة، كفانا مراهقة ثورية. حد بيقول لي اسمه أحمد، أتمنى أن تخرج أرواحكم الشريرة اللي هو أنا يعني وتمر على تل أبيب، فأرواحكم كفيلة بتخريبها كما فعلتم بمصر. والله يا أحمد أنت الأدرى مين اللي خرب مصر ومين اللي بيخربها كل يوم. انا قضيت حياتي يا سيدي بحاول اعمر في البلد دي لو قد كده، قول لي انت وجماعتك عملتوا ايه؟ انتوا ولعتوها نار، انتوا خربتوها، انتوا دمرتوا كل حاجه فيها، انتوا مش عايزين حاجه فيها تبقى سليمه انتم وبس. يا اخي اسكنوا في عماره وخلوكم مع بعض وخلصونا، بس سيبوا البلد دي تمشي. البلد دي فيها 90 مليون فيهم 85 مليون مش لاقيين ياكلوا. محمد الهادي بيقول لي من لا يحترم نشيد وطنه فلا يستحق ان يعيش. عمرو سمير بيقول الحمد لله عندنا احسن من مانديلا، بس عايزين نتكاتف ونثق بانفسنا. حد بيقول لي ارجو الا تتاثر بالاراء المخالفه. لا ما تقلقش ما بتاثرش، انا بحترم كل راي محترم، اي حد مش محترم بيدخل بالبلوك المتين ومع السلامه. وشعب مصر ناصر فلسطين دائما فؤاد سالم، ونحن مع الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا، نتمنى أن يتوحد هو أيضا. والإعلان الهندي كان على وشك أن يبكيني لأني لو المحبة هي التي تحكم لكان البشرية يسعون دائما لدعم بعضهم البعض، هذه هي رسالة المسيح. دي ليلى تيماني. أستاذ خيري أنا سايب مصر، أنا مسيحي أنا عايش. ده فرج سمير حزين على حالة بلدي بس متفائل جدا. ليه مش عندنا مانديلا في مصر؟ عشان احنا كل واحد بيدور على نفسه. روح مانديلا ده آدم مصطفى بيقول روح مانديلا لا تناسب المصريين، لان انا ببساطة انا عايش من اجل لقمة العيش لا من اجل الحرية. حررني من هذا واحررك من هذا. حد بيقول لي ايه اللي انت لابسه ده، انت خايف الدنيا تمطر؟ الاستوديو برد قوي وحبيت اغير استعد للشتاء، البرد مش راضي يدخل وانا بحب الشتاء فنفسي احس بيه. ده مدحت. الاستاذ محمد رفعت وهذا هو لب الموضوع بيقول لي انا بحترمك جدا وكتر خيرك، بس عندي ملاحظه. انا مقدر ان نيلسون مانديلا دوره عظيم وفارق في البشريه، بس فكرة جواز الرحمة عليه من عدمه دي ملهاش علاقة بأهمية دوره، لا علاقة بثوابت الدين. فهل هل يجوز الترحم على غير المسلم؟ هجاوبك دلوقتي حالا. حد تاني قال لي ده بقى داخل يعني عصام النبي مصطفى، الله يهديك يا خيري يا رب يهديني وإياك يا أخي، وقال لي عايز أسألك سؤال، قول لي أنت بتقبض كام عشان اللي بتعمله ده حرام عليك. هو يقصد كلامي عن مانديلا، لأن هو طبعا هذا ليس انتقاصا من ذوي اللحى، فاللحية سنة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اجتمع أغلب الأئمة على أنها واجبة، ولكن هو عايز يقول أنا باخد كام عشان أتكلم وأقول الرحمة على مانديلا والسخرية من ذلك، أو احترام نشيد بلدي أو علم بلدي إن أقوم وقفله، ده ملوش علاقة بإن أنا بعمل بدعة أو ضد الدين. فرصة قبل ما ابتدي السؤال وقبل ما اتكلم فيما اردت ان اتحدث فيه، معي فضيله العالم الجليل دكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف. مساء الخير سياده الوزير. اهلا استاذ خيري، مرحبا بحضرتك. اهلا بحضرتك سياده الوزير. هل يجوز لي ان اترحم على حد زي مانديلا قدم للبشريه خدمات عظيمه ونموذجا عظيما، ام ان ديني يحرم علي ان اترحم على من هو من غير ديني؟ هو لا شك لا شك أن الإنسان أمرهم، أن العباد أمرهم موكول إلى الله عز وجل، والدخول في مسألة ما عند الله أمره مفوض إلى الله، ومن قدم عملا لخدمة البشرية
يقينا سيلقى جزاءه بفضل من الله. وحتى قال أهل العلم حتى لو كان ذلك من باب التخفيف عنه من العذاب، من قدم شيئا يخدم الإنسانية أو البشرية أو البشرية نعم. فأمره إلى الله حتى لو كان ذلك تخفيفا عن عذابه. ولعل الرجل فيما بينه وبين الله لا نعلم ماذا كان منه، فهناك أسرار بين الله وبين خلقه. فهذه المسائل أن يوجه إليك نقد أو أن يوجه إليك فيها هذا كلام، هذا ليس مما ننشغل به في وضعنا المصري الراهن بمشكلاتنا الكبيرة التي نسأل الله أن يعيننا وإياك والمخلصين من هذا الوطن لنعبر به من هذه المرحلة الصعبة إلى وضع الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. وأؤكد لك أستاذ خيري من واقع بعض الجولات الميدانية في مصر، مصر غنية بثرواتها، غنية بأبنائها، غنية بمواردها الطبيعية. وقد كتبت في الأهرام مصر لم تكتشف بعد، والعملاق المصري قادم إن شاء الله لا محالة لو أحسننا التخطيط وأحسننا العمل وتخلصنا من الفلسفات اللفظية إلى العمل والإنتاج، وتجاوزنا هذه المرحلة الانتقالية إلى مرحلة العمل والاستقرار. ولعل الوقت يسمح إن شاء الله بوقت متسع مفصل فيه مع حضرتك. أنا بنتظر تشريف حضرتك في الوقت اللي يناسبك. الإمكانات الحوزة الخيري نعم. جولات في أسوان في البحر الأحمر فيما يسمى بالمثلث الذهبي القصير السفاجة قصر، ممتلئ بالخيارات. حتى سألت السيد اللي هو أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ماذا فيه من المعادن، قال كل المعادن بما فيها الذهب. في أسوان الجرانيت والرخام يحتاج فقط مصنع خفيف، لدرجة أنك طرحت على السيد اللي هو مصطفى يسري أن هيئة الأوقاف مستعدة لبناء مصنع ليتحول متر الجرانيت الذي يصدر خام بثلاثين جنيها إلى 500 جنيه في شرق العينات. نحن نستصلح الأراضي الرمال السوداء في كفر الشيخ جنوب سيناء. مصر لم تكتشف بعد، والأفضل لمصر القادم إن شاء الله. وهذا ما ينبغي أن نشتغل به بعيدا عن المجادلات. وما أسمع اللي يقول لك أستاذ خير تقبض كام، واللي يقول لك هذا الكلام تقبض كتير وما يرضيني والحمد لله، كلام الناس الفاضية نعم. اللي ما عندهاش قضية مشغولة بيها. طيب الناس الفاضية دي النهاردة اعتدت على إمام مسجد صحيح. أولا مسجد العزيز بالله حضرتك صحيح. النهاردة كان في إمام تابع للأوقاف، الإخوان دخلوا رفعوا الأحذية وتجاوزوا في حق إمام يقف على المنبر، هم شايفين أن الوقوف للعلم حرام، للنشيد الوطني حرام، لكن شايفين أن رفع الأحذية والاعتداء على عالم أزهري مش عيب ولا حرام. هتسمح لنا بدقيقتين؟ اتفضل. الجانب الأول يعلم الناس جميعا أن الأزهر بسماحته بفكره الوسطي بمنهجه الوسطي كان وسيظل شوكة قوية في حلق كل المتشددين والمتطرفين، وكما قال هاشم الرفاعي وكان شجا في حلق كل مضلل إلى أن نهى عن ساحة الدين تاجره. والأوقاف أعلننا منذ البداية أنها وزارة دعوية وطنية تعمل لدينها ولصالح وطنها ولكل ما يخدم القضايا الوطنية. وبدأنا ننأى بالمساجد عن السياسة الحزبية وعن أي توظيف حزبي أو سياسي. وآخر ما أعلناه أننا ندعو الناس إلى المشاركة الإيجابية في كل الاستحقاقات الديمقراطية دون أن نوجه الناس توجيها معينا أو أن نربط الأمر بجنة أو بنار. فأمر الجنة والنار إلى الله عز وجل، والقضايا السياسية تحتمل الرأي والرأي الآخر. من اجتهد فأخطأ فله أجر، ومن اجتهد أصاب فله أجران، طالما أن نيته خدمة هذا الوطن ومصلحة الوطن. الأوقاف بدأت تسيطر على كل المساجد، وبسطنا سيطرتنا بنسبة جيدة
على كل المساجد التابعة للأوقاف. هذا المسجد طول عمره كان معروف أنه مسجد للسلفيين. ما لسه هكمل لك. كانت هناك بقى بعد المرحلة الأولى التي بسطنا سيطرتنا على أيدي مساجد الأوقاف، كانت هناك مساجد علامات بارزة تخضع لبعض الطيارات كالسلفيين كالإخوان لبعض الجمعيات كمسجد القائد إبراهيم ومسجد العزيز بالله. هذه الجمعة وضعنا خطة أن في كل جمعة نبدأ نضع أيدينا على عدد من المساجد بالتدريج. هذه الجمعة حددنا هدفين: مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، وعيننا له الأستاذ دكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين رئيسا لمجلس الإدارة، وخطب الجمعة اليوم الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير عميد كلية الدراسات الإسلامية والعلامة المنصورة وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة في الفقه، وسط ترهيب كبير من المصلين. أما مسجد العزيز بالله فقد أرسلنا إماما، وكنت أتابع الأمر بالليل، وعلمت أن أحد الأشخاص من المنتمين إلى التيارات السلفية المتشددة كان سيخطب الجمعة، ووجهت لجنة وإنذارا شديد اللهجة. وبمناسبة أستاذ خيري، نعم، جميع التراخيص القديمة، وأنا أعلم عبر برنامج حضرتك، جميع التراخيص القديمة ألغيت، جميع التصاريح، كل من معه تصريح قديم ألغي، وبدأنا في استخراج التصاريح الجديدة. وأول تصريح كان لوزير الأوقاف، والثاني كان للأستاذ الدكتور علي جمعة المفتي السابق. هؤلاء هم الذين، هذا الرجل الذي يحترم دولة القانون، أرسل وأخذ التصريح. وقلت من يخطب بدون تصريح حتى لو كان أستاذا في جامعة الأزهر، حتى لو كان أستاذا، نعم، يطبق عليه القانون. فأرسلت لجنة وقلت إذا خطف فلان هذا فحرروا له محضرا في القسم ثم في النيابة ليطبق عليه القانون بالحبس. أمام هذا الإصرار تراجع هذا الشخص ولم يأتي إلى خطبة الجمعة، وذهب إمام الأوقاف. لكن بعض الصبية من الأفعال الصبيانية والغوغائية، وكما قلت على موقف على موقع الوزارة اليوم، هؤلاء الصبية لم يفهموا دينهم ولم يقدروا مصلحة الوطن ولم تحسن تربيتهم. هؤلاء أساءوا الأدب، اعتدوا على العلماء. لكننا كما قال لي الإخوة الذين ذهبوا، هذه الأمور لا تزيدنا إلا قوة، لا تزيدنا إلا صلابة، لا تزيدنا إلا تمسكا بمبادئنا وفق سماحة الإسلام، ولا تزيدنا إلا مواجهة لهذه الأفكار وهذه الفئة الضالة المنحرفة المتشددة التي تريد أن تشوه وجه الإسلام الحضاري. وبناء عليه كافأت الإمام الذي صمد بشهر من راتبه مكافأة لصموده، وكل عضو من اللجنة بنصف شهر، ولم نترك المسجد تحت أي ضغط. وأنا أؤكد لك وتابعوا معنا، وقال الإخوة الأئمة والله لو دفعنا دماءنا في سبيل الحفاظ على وسطية الإسلام ومنهج الإسلام ومنابر الأوقاف لن يخيفنا أمثال هؤلاء. والجمعة القادمة وبعد القادمة، وعند اجتماع يوم الأحد بخصوص هذا المسجد ومع مجلس الإدارة، ولن يزيدنا ذلك إلا تمسكا في سبيل الوسطية. ولا بد لهذه الفئة المتشددة الضالة أن تنزوي، أو واجبنا أن نبذل الفهم وأن نؤكد أن علماء الأزهر كما قلت، الأزهر والأوقاف قادمان بقوة لسد الفراغ الدعوي. وكما قال هاشم الرفاعي: عاشوا أئمة دينهم وحماته لا يسمحون بأن يباع ويشترى، ما قاموا بالدين في سبل الهوى كلا ولا اتخذوا الشريعة مجهرا. وإن شاء الله اطمئن واطمئن المصريين جميعا أن الأزهر قادم بقوة بوسطيته وسماحته لسد أي فراغ دعوي، ومصر بخير والأفضل قادم إن شاء الله بإذن الله. بشكرك جدا فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
حد بعت للمهندس احمد اشرف بيقول يقول لي المفتي، هو طبعا وزير الاوقاف وليس المفتي، يجاوب على سؤال الترحم على غير المسلم، هو اجاب ومع ذلك ساسال مره اخرى فضيله العالم الجليل دكتور اسامه الازهري المشرف على مكتب رساله الازهر الشريف والاستاذ بجامعه الازهر في الفقره القادمه مباشره. حد كان باعت بيقول لي زعلان على مانديلا وما زعلتش وما كلمتش وما سمعناكش بتتكلم على شهداء رابعة. عايز اقول لك انا ما كنتش موجود اثناء احداث فض رابعة، انا كنت خارج البلاد لمدة ايام وعدت بعدها بفترة، وعندما رجعت عرضت مشاهد وطلبت وبترحم على كل مصري بيموت، وقلت انا ما بعرفش افرق ما بين مصري ومصري، ولا اتمنى ان في مصر واحد يموت ولا يخدش حتى، وطلبت بتحقيق واضح نكشف فيه ماذا حدث. لو كان هناك اخطاء وتجاوز يجب ان يحاسب من اخطا. طيب دكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوه السلفيه قال انصحكم، بيقول للاخوان انصحكم بترك الغيبه والكذب، الداخليه لم تامرنا بالنزول ضد مرسي، وقال ان مرسي نفسه هو طبعا بيتهموه بانه مهندس الانقلاب وعراب وحاجات كده، قال لهم مرسي نفسه قال انا لو خرج ضد 10 وهو خرج ضده ملايين وحذرته قبل ذلك، والاخوان دلوقتي انا قلت انتخابات رئاسيه مبكره في عهد مرسي، والاخوان هم اللي بيحلموا بده ومش هيطولوه. طبعا مرسي يحاكم الان عن جرائم متهم فيها، اذا كان بريئا فليبرأ واذا كان مدينا فليعاقب. اما المتحدث باسم حزب النور فقال تدشين حمله قويه للموافقه على الدستور واعلان الاخوان مقاطعه الاستفتاء اعلامي فقط وستشارك في السر. النهارده وزاره التعليم الاول قفزت مصر من المركز الاخير في تقرير التنافسيه العالميه الخاصه بالتربيه والتعليم اللي طلع قبل شهرين من دلوقتي للمركز 73 بعد كانت 142، ده في تصنيف الابتكار العلمي. ايضا النهارده السيد الوزير الدكتور محمود ابو النصر التقى زوج خديجه بنت خيرت الشاطر، المهندس خيرت الشاطر المحبوس على ذمه عدد من القضايا. هو صاحب احد المدارس الاخوانيه التي صنفتها الوزاره على انها اخوانيه. راح للوزاره وكان معاه اتنين. الاتنين دول يبدو انهم كانوا في جهاز امني قبل ذلك، المعلومات اللي عندي بتقول كده. وراح قال له انت ليه بتقفل مدرسه؟ ليه بتتحفظ على مدرستي؟ انا مدرستي مش اخوانيه. انا مش اخواني. متجوز بنت المهندس خيرت الشاطر لكن انا مش اخواني. المعلومات اللي عندي بتقول ان الوزير فاجئه، عمل له مفاجاه. ايه هي المفاجاه وايه اللي حصل؟ نسمع من السيد الوزير الدكتور محمود ابو النصر وزير التربيه والتعليم. مساء الخير سياده الوزير. الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. دعني ابدا من روايه زوج كريمه المهندس خيرت الشاطر. هل زارك في المكتب بالفعل؟ دعني ابدا من التصنيف العالمي بتاع مصر. ما انا عايز افسح لك في وقت فاقفل الجزء الخاص بالحكايه ثم نسر الناس بالخبر السر. هو حضرتك هو جالي ومعاه اثنين من اولياء الامور وقالوا ان المدرسه كويسه ومستواها عالي. هل الاثنين من اولياء الامور كانوا بينتموا الى جهاز امني سابق فعلا؟ سابقا. نعم. وبيشيدوا المدرسه، قلت لهم انا ما اتكلمتش على المدرسه خالص وعلى مستواها العلمي، احنا عندهم مخالفات ماليه واداريه وكمان ما بيحيوش العلم وما بيقولوش النشيد الوطني. قالوا لا بنعمل. قلت له طيب نسمعك بقى اللي ولي امر جاب لنا حاجه نسمعها له. قال لي طلع ان هم بيقولوا جهادي جهادي. سمعتها له ازاي يا فندم؟ يعني كان عندك سي دي ولا دي بدايه شافها؟ لا عندي سي دي. عندك سي دي صوتي؟ فقال لي لا ده كان تمرين بنعمله في احتفاليه. قلت له بتجاهدوا مين يعني؟ جهادي ضد مين يعني؟ يعني المدرسه الطلبه في المدرسه بدل ما يقولوا بلادي بلادي كان النشيد جهادي جهادي. فهو قال ده احنا كنا عاملين حفله وبنتمرن على اغاني ومش اغاني وبتاع. قلت له طب بتجاهدوا مين يعني؟ احنا عندنا نشيد وطني واحد ولازم تلتزموا بيه. قال لي احنا ملتزمين. قلت له ما انا عارف ان انا من ساعه ما جيت وانتم ملتزمين والكلام ده من قبل كده. فقلت وبعدين قال لي انا مش اخواني. قلت له امال مين بقى، انا بقى ولا ايه؟ المدارس اللي كانت اخوانيه هي الان تابعه لوزاره التربيه والتعليم.
اشرافيا يعني. كل المدارس في مصر تتبع وزاره التربيه والتعليم. اقصد الاشراف الاداري. اللي عنده مخالفات او اللي ينطبق عليه الحكم القضائي هيبقى تحت الاشراف المالي والاداري للوزاره ان شاء الله. نعم، طيب نعود الى الخبر السار بصعود مصر من المركز 142 الى المركز 73 في تقرير تصنيف الابتكار العالمي، ماذا يعني هذا التقدم سيادة الوزير؟ هقول لحضرتك، دايما هم بيجوا يعملوا عمليات تقييم، انا التقيت معاهم في مؤتمر في اسكندريه والتقيت معاهم في مؤتمر اخر في بورسعيد، وسمحت لهم ان هم يزوروا المدارس ويشوفوا ويتابعوا علشان يشوفوا ما يعني حجم الشغل اللي اتعمل في الاربع شهور اللي فاتوا. نعم. فأقروا بأن في مجهود اتبذل في القرائية، مشروع القرائية في مدارس الابتدائي أولى وثانية وثالثة ابتدائي، وشافوا أن الطلبة يعني بدأت تقرأ بطريقة جيدة، تكتب بطريقة جيدة في أولى وثانية ابتدائي على مستوى جمهورية مصر العربية. ده المشروع ده متعمم دلوقتي، لأن أهم حاجة أن أولادنا يتعلموا القراءة والكتابة علشان بعد كده يقدر ينطلق ويقدر يقرأ أي حاجة ويتعلموا ويتعلموا. فبعد كل المجهود اللي اتعمل ده هم قيموا، فطلعنا ترتيبنا عالميا 73 بالنسبة للتعليم و70 بالنسبة للإنفاق على التعليم ورقم 54 في نسبة الطلاب للمعلمين. الأرقام دي معناها إيه؟ تدي الدلالة إيه يعني؟ بص حضرتك، احنا كنا واخدين زيرو، كنا يعني اخر دوله في العالم. نعم. فالنهارده لما في شغل على ارض الواقع، في سمح لهم ان هم يشوفوا علشان يشوفوا الشغل ده، يعني مش بياخدوا بيانات ويحللوها هم، لا خليناهم يشوفوا بنفسهم ويتابعوا بنفسهم، وبناء عليه بداوا يقيموا صح. فاحنا كل المعلومات مثلا نسبه المعلمين للطلاب دي كلها من الاحصائيات اللي موجوده عندنا. الانفاق على التعليم ادينا لهم عرفوا حجم الموازنه عندنا وحجم عدد الطلاب فصنفنا، وبعدين قيموا كل الحاجات الاخرى من ناحيه مستوى التعليم، المدارس الجديده اللي داخله، تطوير المدارس اللي اتعمل في الاربع شهور، الاسوار اللي اتعملت على المدارس اللي بقى لها 30 سنه من غير اسوار، فهم شافوا كل المجهود اللي اتبذل، تطوير المناهج، كل الحاجات دي كانوا بيتابعوها، وبناء عليه طلع التقييم ان احنا بقينا رقم 73 من 142، ناقصنا حاجتين ان شاء الله لما نعملهم هننط يمكن كمان 30 رقم ما شاء الله. هو فيه لو احنا نخش على الخريطه العالميه بتاعه التعليم، احنا نخش الامتحانات الاختبارات اللي بتتعمل للطلاب علشان يعرفوا مقدار التحصيل في الفيزياء والرياضه ومقدار التحصيل في المواد الاخرى. ساعتها احنا ان شاء الله لما نخش الاختبارات دي انا متاكد ان شاء الله ان احنا عندنا طلبه كويسين. نعم. عندنا صحيح قصور في حاجات كتير، لكن احنا بنبذل مجهود في جميع الاتجاهات، وان شاء الله بدعواتكم كده ومساندتكم ان شاء الله نعمل حاجه للتعليم. ربنا يوفقكم سياده الوزير ويقدركم على تطور التعليم، لان ازمه مصر الحقيقيه هي في التعليم. دكتور محمود ابو النصر وزير التربيه والتعليم، بشكر حضرتك جدا. هطلع فاصل واسيبكم مع تقرير عن مانديلا، نيلسون مانديلا. على فكرة هو مش اسمه نيلسون بس معلمه في المنطقة التي ولد فيها نيلسون مانديلا، دائما يطلق على الطلاب من المدارس بيسموهم اسم، ففضلت معاه نيلسون بقى نيلسون مانديلا. رئيس جنوب افريقيا اعلن ان مراسم وطنية ستقام للرئيس السابق الذي توفى عن 95 سنة في ملعب كرة القدم في سويتو. قال هتبقى جنازة وطنية وهيدفن يوم 15 ديسمبر في مسقط رأس كونو في مقاطعة الكاب الشرقية، وهيقعد سيسجى جثمانه في مقر الرئاسة في بريتوريا من 11 إلى 13 من ديسمبر. هسيبكم مع هذا التقرير، وبعد الفاصل أستقبل الضيف العزيز العالم الجليل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، الأستاذ بجامعة الأزهر والمشرف على رسالة مكتب الأزهر، على مكتب رسالة الأزهر الشريف. نلتقي بعد الفاصل. طوال حياتي وهبت نفسي لصراع الأفارقة، وحاربت ضد هيمنة ذوي البشرة البيضاء وضد هيمنة ذوي البشرة السوداء أيضا، وقد قدرت فكرة الديمقراطية
وحرية المجتمع، حيث يعيش كل البشر في تناغم ومساواة في الحقوق، وهي مبادئ أتمنى الحياة من أجل تحقيقها، ولكن لو كانت إرادة الله فأنا مستعد أن أموت من أجلها. كانت هذه كلمات زعيم الحرية الإفريقي نيلسون مانديلا، الذي أفنى شبابه من أجل حرية الأفارقة في بلدهم جنوب إفريقيا وحصولهم على المساواة الكاملة مع البيض. وعندما تحقق له هذا الهدف سعى جاهدا من أجل أن يعيش الأسود والأبيض في مصالحة وتفاهم واتفاق. تلك كانت الديمقراطية كما ارتآها الأسطورة نيلسون مانديلا. ولد نيلسون مانديلا في 18 من يوليو عام 1918 في قبيلة الكهوسا للعائلة المالكة تيمبو. درس في جامعة فورت هير وجامعة ويترس راند، حيث درس القانون. عاش في جوهانسبرغ وانخرط في السياسة المناهضة للاستعمار، ثم انضم إلى حزب المؤتمر الوطني الإفريقي. أصبح مانديلا عضوا مؤسسا لعصبة الشبيبة التابعة للحزب بعد وصول الأفريكان القوميين من الحزب الوطني إلى السلطة عام 1948. بدأوا في تنفيذ سياسة الفصل العنصري. برز مانديلا على الساحة في عام 1952 في حملة تحدي من حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، وانتخب رئيسا لفرع حزب المؤتمر الوطني بترانسفال. أشرف بعدها على الكونغرس الشعبي لعام 1955. عمل كمحام وألقي القبض عليه عدة مرات لأنشطة مثيرة للفتنة. حكم مانديلا مع قيادة حزب المؤتمر في محاكمة الخيانة منذ عام 1956 وحتى عام 1961، وهي التهمة التي برئ منها فيما بعد. كان يحث في البداية على احتجاج غير عنيف وبالتعاون مع الحزب الشيوعي في جنوب إفريقيا. شارك في تأسيس منظمة أمكونتو ويسيزوي المتشددة في عام 1961. ألقي القبض عليه واتهم بالاعتداء على أهداف حكومية. وفي عام 1962 أدين مانديلا بالتخريب والتآمر لقلب نظام الحكم، وحكمت عليه محكمة ريفونيا بالسجن مدى الحياة. مكث مانديلا 27 عاما في السجن، وانتشرت حملة دولية أثناء سجنه عملت على الضغط من أجل إطلاق سراحه، الأمر الذي تحقق عام 1990 وسط حرب أهلية متصاعدة. صار بعدها مانديلا رئيسا لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، ونشر سيرته الذاتية، وقاد المفاوضات مع رئيس جنوب إفريقيا آنذاك دي كليرك من أجل إلغاء الفصل العنصري وإقامة انتخابات متعددة الأعراق عام 1994. الانتخابات التي قاد فيها حزب المؤتمر إلى الفوز، انتخب بعدها رئيسا وشكل حكومة وحدة وطنية في محاولة لنزع فتيل التوترات العرقية في جنوب إفريقيا. امتنع عن الترشح لولاية ثانية وخلفه نائبه تابو مبيكي ليصبح فيما بعد رجلا من حكماء الدولة. أثرت فترات حياته الكثير من الجدل، كما تلقى الكثير من الإشادات الدولية لموقفه المناهض للاستعمار والفصل العنصري. حصل مانديلا على أكثر من 250 جائزة، منها جائزة نوبل للسلام عام 1993 وميدالية الرئاسة الأمريكية للحرية ووسام لينين من النظام السوفيتي. توفي نيلسون مانديلا في 5 من ديسمبر عام 2013 في منزله بجوهانسبرغ إثر عدوى في الرئتين. كان محاطا بعائلته وقت وفاته، وأعلن وفاته الرئيس جاكوب زوما، حيث قال في بيانه: بني وطني جنوب إفريقيا، لقد وحدنا نيلسون مانديلا وسوف نودعه موحدين.